حول معاناة النازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري في ظل موجة البرد التي تضرب المنطقة، تنضم إلينا عبر الهاتف من هاتاي رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سمية حداد. أهلا بك سيدة سمية. 10 سنوات في مخيمات النزوح والسوريون يعيشون أوضاعا عصيبة. السؤال هنا، كيف تبدو أوضاعهم في ظل شتاء يوصف بالأكثر بردا منذ 30 عاما؟ أهلا بكم. صحيح المؤسف أن هذا الموضوع يتكرر في كل عام ومع قدوم كل شتاء. يعاني النازحون في مخيمات شمال وغرب سوريا من موضوع العواصف المطرية وما ينجم عنها، سواء من انجراف الخيام أو من انهدامها والسيول التي تتشكل عنها. المؤسف حاليا أن الموجة القادمة هي من الموجات الأشد التي تمر بها المنطقة، والتي نخشى من تأثيرها على النازحين هناك، وخاصة أنها عواصف تكون ثلجية كما تتنبأ الأصوات الجوية. وكما نعلم جميعا أن الثلوج لها تأثير مزيد أكثر من العواصف المطرية. تراكم الثلوج سيولد انقطاع في الطرقات، سيؤدي إلى تراكم الثلوج فوق الخيم ويهدد العشرات منها بالانهدام. ثم بعد ذلك هناك انتظار حتى تذوب هذه الثلوج وتزول آثارها، ما سيسمح بحرية الحركة هناك. سيدة سمية، عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية حذرت من تفاقم أوضاع النازحين عقب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. السؤال، كيف ترين تعاطي المنظمات الدولية مع أوضاع النازحين الحالية؟ المشكلة أنه صار في طول أمد بالمعاناة السورية، صرنا حوالي 11 عام بهذا الموضوع. لا نستطيع حقيقة أن نحمل المنظمات الدولية فقط مسؤولية تقديم المساعدات، وخاصة أنه صار المتوفر لدى هذه المنظمات يفوق الحاجة للنازحين في مخيمات شمال وغرب سوريا. يتحمل جزء كبير من المسؤولية المنظمات الدولية العربية، خلينا نقول الحكومات العربية التي دائما نوجه نداءات بسبيل أن تقوم بتقديم المساعدات ودعم المنظمات الموجودة في الداخل السوري بما يلزم لتدارك أو تخفيف أثر هذه المعاناة. هل ترين أن المساعدات الإنسانية الدولية التي تصل إلى المخيمات، أي مخيمات اللجوء، هل ترينها كافية لرفع المعاناة عن اللاجئين السوريين، لا سيما الموجودين في الشمال السوري؟ هي للأسف غير كافية كما سبق وذكرت، ولكن لا نستطيع أن نحمل المنظمات الدولية المسؤولية كاملة. يعني حسب ما نعرف الروس او النظام الروسي والنظام السوري عم يتلاعبوا بموضوع ملف المساعدات بشكل كبير. عمليه التلاعب والتهديد دائما باغلاق المعابر التي تسمح بدخول المساعدات الامميه عم يخلي المنظمات الامميه غير قادره على البث او مثل ما يقولوا وضع جدول زمني للمساعدات او ما يجب ان تقوم بتسخيره من وارد لها في سبيل السوريين. نعم. إلى السؤال الأخير سيدة سمية، تفضلي. بتقديرنا أنه هي عم تقوم بما يمكنها القيام به بالحد الأقصى، لذلك نحن دائما نعول أننا لا يجب أن ننتظر ما تقدمه المنظمات الدولية الأممية، ونعتمد على المنظمات المحلية بتقديم مساعدات لا تحتاج إلى إذن أو لا يستطيع الروس أن يهددوها بالفيتو في سبيل دخول مساعدات إلى شمال غرب سوريا. طيب، بما تفسرين تراجع الدعم الدولي للسوريين حتى في ظل هذه الأزمة الكبيرة مع دخول الشتاء؟ السبب هو استمرار المعاناة طول أمد المعاناة السورية. خلا يعني في تردد في تقديم المساعدات، مع أنه ما زالت هي المأساة الأكبر. يعني دول على صعيد العالم العربي فينا نقول أنه دول أكثر تعرضا للمعاناة حاليا هي سوريا واليمن. هم بحاجة دائما وبشكل مستمر لتقديم هذه المساعدات رغم طول الأمد، ما دام ما في حل ناجع وجذري لمشكلتهم. يعني السوريين نازحين، الحل يعني الجذري لمشكلتهم هو عودتهم إلى مناطقهم، وهذا لن يتم دون تطبيق القرارات الدولية 2254 وإيجاد انتقال سياسي يضمن عودتهم. يعني نحن نعرف حاليا كثير من هذول النازحين
عدد كبير منهم هم من مناطق قريبة جدا من أماكن نزوحهم لا تبعد سوى بضعة كيلومترات، لكنهم غير قادرين على العودة إلى بلدهم للأسف. رئيسة قسم تقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سمية حداد، شكرا جزيلا لك.